اللاعبين اللي بينا وياخدها على طول. كريم بيلعب الكره البينيه الحلوه، ادي الانفراد بقى ومفيش تسلل، وانفراد انفراد مارادونا يا ولد يا مارادونا، ويفرق ايه الواد عنك غير انه واخد جماله منك، وحته حلوه قوي قوي قوي. كريم كرم بيلعبها لكريم عمر، وادي كريم عمر ده الهداف، ده يا جماعه ده الهداف ده اللي سجل هدف في مباراه النصر، بيرجع ويسجل هدف ثاني في مباراه اليوم. يا ولد يا لعيب يا مارادونا، حطها قويه جدا، شوف الاستلام بقى والثقه في النفس، والراجل سجل بالقدم اليسرى تصطدم بالقائم الايمن والى داخل الشباك، اسيست رائع جدا من وسط الملعب كده بالقميص 39 عند عبد الله مارادونا رقم 11، يسجل الهدف